عامرها في ملأ. عندك حق، مدهش. ها مرجان، لما قلتي عايزة بنتي تطل على المحيط طبعا ما كنتيش تتخيلي مكان زي ده، مش كده؟ ها؟ فعلا المية هنا ترد الروح. طلعت قد كلمتي ولا مش قدها؟ قد كلمتك بس مش بالسهل، لان في سمك بهلوان غيرنا كتير كان حيموت على المكان ده. بالظبط، كان طالع من عين كل سمكه منهم. انت مدهش والمكان هنا تحفه. يعني مبسوطه هنا ولا ايه؟ لا 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 لا، مبسوطه قوي قوي مبسوطه. بص يا مرف، انا عارفه ان المنحدر مدهش وفي مدارس ومنظر جميل وكل حاجه، بس مش البيت كبير علينا شويه؟ مرجانه حبيبتي، هو انت نسيتي ولادنا ولا ايه؟ ها ده من حقهم. اسمعي اسمعي اسمعي، بكره يصحوا ويبصوا بعينهم ويلاقوا حيتان ماشيه جنب شباك اوضتهم. هتصحي الولاد. ايوه معاكي حق. ياه بص، دول بيحلموا. لسه لازم نسميهم. عايزة تسميهم كلهم دلوقتي؟ طيب هنسمي الولاد كلهم مرهف، ونسمي البنات مرجانة. خلاص اتحل. عايزة اسمي نيمو. نيمو؟ طيب نسمي واحد نيمو بس، الباقي كلهم يفضلوا على اسمي. تصور كلها يومين ونبقى بابا وماما. أيوة، تفتكري هيحبوني؟ بتهزر؟ لا بجد، دول أكتر من 400 بيضة، أكيد في واحد فيهم هيحبك. ايه فاكره اتقابلنا ازاي؟ بحاول ما افتكرش. انا بقى فاكر. تسمح يا انسة ممكن تشوفي في سنه رفش فيكي ولا لا؟ بصي عليها كويس، اصل فيها طعم. بابا جه. انا جيت. هم راحوا فين كلهم؟ مرجانة ادخلي جوه البيت حالا. لا لا يا مرجانة، لا مش هيشوفهم، استخبي انتي يلا دلوقتي.